قول الرسول صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة. يقول: نرى بعض الناس أثناء دفن الأموات يتحدثون بأمور الدنيا ولا ينسون الدنيا وهم عند القبر، ما النصيحة في ذلك؟ تنصحهم تقول: يا جماعة تذكروا القبر وتذكروا الآخرة، استغفروا وادعوا للميت، هذا مقام يدعى للميت فيه، فأنت تذكرهم بهذا. نعم.